إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، لا زلنا نتواصل ولا زالت الانطلاقات متواصلة في هذه المكرمة السنوية، مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، دعما وتشجيعا لهذه الرياضة العربية الأصيلة. شوطنا الخامس ينطلق مشاهدينا، وهو شوط خاص بالبكار وأيضا الأسماء والشعارات الجميلة المتواجدة في هذا الشوط الخاصة بالحقائق. نتواصل إذن مشاهدينا مع المراكز المتقدمة ومباشرة مع من تحتل المركز الأول مسيرة لمحمد بن عبد الله بن أحمد أو محمد بن عبد الله بن أحمد الفلاسي، هي من تحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني تواجد أيضا من ريمة لمنصور بن خميس بالصوب الاجتبي من تحتل المركز الثاني، وثالثا من تصل مياسة لعيسى بن سعيد بن محمد العويسي على المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر أيضا هنالك من تصل على المركز الرابع وتنتقل على المركز الثالث، اللي هي بروق لمحمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، وخامس المراكز أيضا من تغير في هذه اللحظات وتصل ملوح لعيلان بن معيوف بن سعيد الشدي. هذه الأسماء والمراكز مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وهنالك شعارات وأسماء لم يحن دخولها حتى هذه اللحظات من خلال مشاهدة هذا الشوط والأعداد المتواجدة في هذا الشوط. نعود مع الصدارة ومع مياسة من بدأت من تقود هذا الشوط وتسيطر على المركز الأول، مياسة للسيد عيسى بن سعيد بن محمد بن سلطان العويسي، هي من تسيطر على المركز الأول مشاهدينا ومتابعينا الكرام كما تتابعون وتشاهدون. المركز الثاني أيضا بدأت ملوح على المركز الثاني لعيلان بن معيوف بن سعيد الشدي على المركز الثاني، ولكن من الجانب الآخر هنالك أيضا الخزنة لعلي بن يابر بن حمد بن مصلح الإحبابي من بدأت في التغيير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ولكن الأسماء تتبادل والمراكز تتبادل أيضا. أرى في هذه اللحظات جبارة اللي غيرت على المركز الأول للسيد محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي اللي انتقلت على المركز الأول، تليها على المركز الثاني الخزنة للسيد علي بن يابر بن حمد بن مصلح الإحبابي على المركز الثاني من خلال تواجد الخزنة. المركز الثالث أيضا من تنطلق في هذه اللحظات اللي هي بروق لمحمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، ورابع المراكز من تصل مضوي للسيد محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. أيضا المركز الخامس تواجد من مياسة لعيسى بن سعيد بن محمد بن سلطان العويسي. هذه الأسماء، ورغم تبادل المراكز وتبادل الأسماء ولكن الشعارات واضحة والأسماء بدأت تتضح في هذا الانطلاق. يا السلام، 800 متر إذن هي من تتبقى من عمر هذا الشوط، ولكن الله 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 الشعارات الواضحة والأسماء. هنالك أيضا شعار بدأ يتدخل اللي هي حفلة للسيد ضحي بن سعيد بن خميس العويسي، أيضا بدأت في التغيير من الجانب الآخر. المركز الثاني أيضا هنالك وتر للسيد راشد بن علي بن خليفة الرميثي حاملة الرقم 16. المركز الثالث من الجانب الآخر أيضا هنالك بروق لمحمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. الله الله الله، ايضا هنالك اسم بدا يتضح اللي هي لحظه لسلطان بن علي بن سلطان الاجتبي. يا سلام يا سلام يا سلام، ومضوي بدات تضوي على الصداره، مضوي لمحمد بن علي بن خليفه بن عبد الله الرميثي. الله الله الله، ولكن العوده مع حفله، حفلة هي من تسيطر على المركز الأول لضحي بن سعيد بن خميس العويسي. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأت في الانطلاق. إذن نهني السيد محمد بن علي مضوي للسيد محمد بن علي بن خليفة الرميثي على فوز مضوي أو حفلة للسيد ضحي بن سعيد، حفلة للسيد ضحي بن سعيد بن خميس العويسي. المركز الثاني مضوي للسيد محمد بن علي بن خليفة، المركز الثالث
المركز الثالث بروق لمحمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ونعود بالتهنية للسيد بحي بن سعيد بن خميس العويسي على فوز حفلة في المركز الأول.